يقول السائل: قلت أن الرياء لا يدخل في الصوم، ولكن قد رأينا أن بعض الناس يخافون صيامهم خوفا من الرياء. يخفون صيامهم خوفا من الرياء. لا، الرياء لا يدخل الصوم، لا يدخله الرياء، لأنه سر بين العبد وبين ربه. فلو كان الصائم خاليا في محل مظلم ولا يراه أحد من الناس، فإنه لا يأكل ولا يشرب ولا يتناول المفطرات، فهذا دليل على أنه لا يدخله الرياء، لأنه نية بين العبد وبين ربه، والنيات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.